رئيس وزراء لوكسمبورغ جون كلود يونكر سيظل في منصبه إلى غاية الانتخابات المقبلة ليضع حدا لجميع التكهنات باستقالة حكومته بعد فشله في إقناع الائتلاف وأحزاب المعارضة بعدم مسؤوليته عن فضيحة جهاز المخابرات في البلاد. وقد خسر جون كلود يونكر تأييد شركائه الاشتراكيين الديمقراطيين في الائتلاف بعد أن توصل تحقيق أجراه البرلمان إلى أنه يتحمل المسؤولية السياسية عن سنوات من الممارسات الخاطئة لأجهزة الاستخبارات. وأثناء مناقشة مطولة قال يونكر أمام البرلمان الأربعاء إنه سيطلب إجراء انتخابات جديدة بعيد لقائه بالدوق الأكبر هنري، ولم يستبعد رئيس الوزراء المخضرم إلى احتمال خوضه الانتخابات مرة أخرى. وترددت تكهنات بأنه ربما تجرى الانتخابات المبكرة في 20 من تشرين الأول أكتوبر المقبل.